يحتاج إلى جهود من الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، وبصراحة يحتاج أن تعي الأجهزة الأمنية مسؤولياته. يعني للأسف مو فقط هذا الحادث، أكو حوادث أخرى، يعني حراك الإرهاب في ظل هذه الفترة هو أيضا يهدد حياة المواطنين بالخطر، وبالتالي يضعف من مشاركتهم. قد يكون هنالك خفاق أو إهمال متعمد إلى علاقة بالجانب الانتخابي. الأمر الآخر انشغال بعض المعنيين بالشأن الأمني بالشأن الانتخابي انتخابيا بصفتهم سياسيين وليس بصفتهم رجال أمن، ويتدخلون ويستخدمون المنصات الأمنية لأغراض ومصالح أحزابهم. مثل يعني بصراحة السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض نكل له كل الاحترام والتقدير، ولكن يجب أن يفصل بين عمله كسياسي أو رئيس حزب أو رئيس كتلة وبين عمله كرئيس رئيس الهيئة الأمنية هيئة الحشد. هل مسموح لوزير الدفاع من منصبه أن يقود حزب ويسخر إمكانات قوة وإمكانات وزارة الدفاع لخدمة حزبه؟ بالتأكيد الجواب القطعي لا. وما مسموح لوزير الداخلية، وكما هو ما مسموح للأجهزة الأمنية الأخرى. لماذا فقط هذا المفصل يتم تغيير أمراء الحشود وخصوصا العشائرية بشخصيات تنتمي إلى حركة عطاء؟ وإن لم تنتمي لحركة عطاء لا بقاء لها في المؤسسة الأمنية على مستوى الضباط وعلى مستوى الأفراد. وهذه معلومات تردنا من كثير من الأخوة المنتسبين في الحشد، وصارت حادثة في الأخير في كركوك تم إعفاء مقاتل قدم 5 من عائلته، هو عامر لواء، 5 من عائلته، 2 من أبناء و3 من يعني عائلته المقربين بالحرب ضد داعش، وتم إعفاءه. تم إعفاءه بسبب عدم ولاء لعطاء مثلا، والبديل هو من ذوي مرشحة في كتلة عطاء. وحدث نفس الأمر في الموصل سابقا. هل سننتظر موقف من قبل مجلس النواب بهذا الصدد؟ يعني راح يكون لنا موقف كقوة سياسية وككتلة، وصار لها بيان وأيضا تواصل مع القائد العام بهذا الشأن. يجب أن تكون هنالك استقلالية بأداء المؤسسة الأمنية. من يرغب أن يمارس العمل السياسي عليها أن يبتعد عن المؤسسة الأمنية. ممكن يكون في مؤسسات أخرى. هذا إلزام دستوري دولة الرئيس. بالمادة 9 من الدستور المؤسسة الأمنية مؤسسة مستقلة. نعم. وحتى في قانون الانتخابات لا يسمح للمرشح أن يتقدم أو للشخص أن يتقدم للترشيح وهو مؤسسة أمنية. صحيح. ولكن ما يحدث في هيئة الحشد الشعبي بصراحة هو استخدام لإمكانيات هذه المؤسسة. وخصوصا في الشق اللي يتعلق بالحشد العشائري، ويتم استخدامها وتوظيفها انتخابيا بشكل واضح. جيد. وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيل، وسيكون لنا موقف قد يصل الى يعني مراحل متطورة في عمل المجلس. جيد.